السلام عليكم. السلام. سيدة واختي. اسمي هريج يا سلام. ينسج ويردم. لأهل المعنى نسجت حلة بالخط وقيام نوصفش الله من الهموم. يا فاهم معنى الكلام. أصغالي تغنم. نسقي كاس الحديث تستبنطي بالتحكام. أشرب مروى من العلوم. حذر بالك يا غلام. لا تضحى نادم. دنيا سودة كبحر كاس اسمها غيام. لا خو ينفع لا عموم. الطف يا رب الكرام. اهدي بن ادم من على الخدعة حل تصل وصير حزامه يقدر لوم لا ينوم. من شروق الشمس للغروب للناس لا تحسب من هالملاك غاضبة تشوف العجب من العيوب في حيال تقدر بشرار الكل آلبة الناس تشريف الذنوب ما هو الآر الطمع عادة سالبة العباد عادوا بلا قلوب لا رحمة توجب وين هي النية الغايبة وين هم سيادي شهام الجود والكرم محمد الرسول وجميع مسمع أكلامه فوق أرض واسعة تخون الحق مصباح الظلام يقضي على الظالم الظلم ما فات سيد قبلك ولا خدامه من كور كير ما يدوم سولت على أهل المحبة وأهل الإخلاص والصواب كليت ولا نلت وجبة عيب صبري والظلم خاب إذا قصدت حد نوبة حاجته فيك هي سباب يوصف خصائلك عجبة ويعد فيها بلا حساب يرطب قلبك بالسلام وكلامه منظم خطة مدقة منظمة يحقق بها أحلامه يرجع لك بعدها قشوم يطعم قلبك بالحسام ويزيد يتجهم من كان مولوع بالعناد والخدعات خمامه في نهار الشمس ما تقوم من كان مولوع بالعناد عمره ما يسعد معرفته كلها عدا القوي مفتول الزناد لو ظالم مفسد ليلته ليله مسودة استغفر رب السياد واحصيه الواحد خلق تدعيه بالهدى خالق الارض والعباد وخلق محمد سبحانه سامع النداء سبحانه من لا ينام الحي الدايم من قصده في الصلاح حقق غرضه واحلامه وحفظه ليلة الهجوم واللي قصده في الحرام ما يكون مدعم مسجل عليه كل خطوة تقوم بها قدامه ما ينفعه غدوة تقوم سر الدنيا في كل شدة ما هو مدروك في المسيب اليوم ما يشبه الغدا كل يوم تشوف شي فريد من لا عاشية مسودة ما يفهم معنى نكي مخه ناشف ما تندى متمس بعقله جديد كل حزة تخليه جام يفكرك بالهم ويحذرك من اللي الخدع مالي كله هامه ناحس وجهه تقول بوم لا تتسرح في الحكام والو محتم الكلام قبل الخروج فيه تتصرف بأحكامه خروجه يبطق يمشو ما نكسبش آلة النفيخ أو لو تربايخ أعصار الحبار والرخاخ ما نحفظش بيت قال شيخ وتحلى يصرخ سامع صغلوط المداخ ما استشيخ بدون شيخ مغدور مكلخ وقع في فخ الشيخ كل يوم يجد في مسيخ كالطير يفرخ ما رجب يذوب الأفراخ الفن في نوع نظام موزون مقسم كل معنى عمق حق يتلطم تنطامه تفيدك في دنيا اليوم ماهوش في كثر الكلام من غير منظم الورق بزاف والحبر حفا كل اقلامه في معنى مالها لزوم الفن قلال يا شيوخة بسبب عصيان الرخاخ يحسبوا الفن حفظ نسخة ويقلدوا كبار الشيخ لطخوا الشيخ بالكذوب نطخة طعنوا قفاهم بالسياخ لغناهم جرت نسخة هيجوا فكري بالسراخ من لفهم عن نظام او حاول يفهم ما قرا ملح والما شيخ ما جالس علامه بعدوا عن الفن كنجوم الشيخ معروف من الكرام عمره ما يندم قدره محضي في الحياة ويدا مثل رحمه ربي سهل له النوم التهام يطرز دباش ليسرى تخبى سادش التهام يطرز دباش ليسرى تخسادش قلت تخلي نقوم ناضجة الشيخي معسوس بوعجاج ذاك بحر ومايج متعدى عليه منجا ومعمر مالو انتاج ظاهر يتلبش من خط في قلوب هزجة معلم في كحل الغناج منها متخرج مستغانم في الهزجة 83 عام مروا يا فهم من بعد 1900 تم ختامه بالصلاة على النبي نقوم ما نشوف لا مسألتك محي العظام بجاه ابن هاشم محمد أمه جعلها غدوة في مقامه في جناح شفيع كل قوم ما نشوف لا مطر لا غيام لا رعد لا عظلم ما نشوف نار سهلها يذوب من لا ترحامه أقوى من الشمس والنجوم ألطف يا رب الكرام أهدي بن آدم من على الخدعة حل بصره وزير حزامه يقدر له من نايمه السلام عليكم.